وللحديث أكثر حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف الدكتور راشد بن محمد الهاجري، رئيس مجلس الأوقاف السنية. مرحبا بك دكتور معنا في نشرة الثالثة. وهلا حدثتنا أكثر عن آلية تنفيذ توجيه صاحب السمو الملكي سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في بناء وترميم المساجد والجوامع في جميع محافظات المملكة. نعم، حياكم الله. بداية أنا أشكر لكم هذه المداخلة، وأسأل الله تبارك وتعالى التوفيق للجميع. وأحب أقول أن بلادنا بفضل الله تبارك وتعالى تشهد في هذا العهد الزاهر لحضرة سيدي صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المفدى، وسيدي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله تعالى، تشهد تقدما ملحوظا وسلسلة من الإنجازات على جميع الأصعدة، خاصة ما يتعلق بمشاريع البناء والتعمير والتطوير، وبالأخص المشاريع الإسكانية. والتي من أهم مرافقها ومن أهم مقوماتها بيوت الله المساجد. وعليه فمباشرة بعد توجيه سيدي سمو العهد رئيس مجلس الوزراء بادرنا نحن، طبعا التوجيه كان لإدارة الأوقاف السنية والجعفرية في حزمة من التوجيهات لمشاريع البناء والتطوير والصيانة للجوامع والمساجد في جميع محافظات مملكة البحرين. نحن في مجلس إدارة الأوقاف السنية بادرنا مباشرة لتنفيذ هذه التوجيهات الكريمة لسمو العهد رئيس مجلس الوزراء، وبالتنسيق مباشرة مع معالي الشيخ عبد الرحمن بن محمد الخليفة رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، ومع معالي الشيخ خالد بن علي بن عبد الله وزير العدل للشؤون الإسلامية والأوقاف، وأيضا بالتنسيق مع الأخ المهندس سعادة وزير الإسكان باسم بن يعقوب الحمر، والذي يعني أسجل له في هذه المداخلة الشكر للجهود التي يبذلها في تذليل الصعاب لبناء المساجد والجوامع في المشاريع الإسكانية. نعم دكتور، في هذا السياق لو تحدثنا أكثر عن توقيع مذكرات تفاهم بين الإدارة والمحسنين الكرام لبناء جامع وثلاثة مساجد بمدينة سلمان. نعم، كانت محصلة هذه الأعمال والمراحل التي قمنا بها، هو اليوم في صباح اليوم قمنا حفل توقيع مذكرة تفاهم مع عدد من المحسنين الكرام لبناء ثلاث مساجد وجامع في مدينة سلمان بالمحافظة الشمالية، وهي في الأراضي التي تم تخصيصها لإدارة الأوقاف السنية. والجدير بالذكر أن تكلفة هذه المشاريع الأربعة تقدر بحوالي 1,800,000 دينار، وتتوفر فيها كافة المرافق المهمة من سكن للمؤذن وسكن للإمام ومصليات للرجال والنساء وصالات، بالإضافة إلى وجود 19 محل تجاري وقف موقوفة على هذه المساجد. بالإضافة إلى هناك شيء نوعي أيضا، وإحنا بدأنا في هذا المشروع المبارك الذي يرعاه ويوجهه سيدي سمو العهد رئيس مجلس الوزراء، أن أحد المتبرعين لهذه المساجد تبرع أيضا ببناء ملعب لكرة القدم وملعبين لكرة البدل للحي الذي فيه هذا المسجد. وهذه لا شك أنها نقلة نوعية في هذه المشاريع لبيوت الله. مرة ثانية أنا أجدد شكري حقيقة وتقديري ودعائي لقيادتنا الرشيدة الممثلة في سيدي صاحب الجلالة وسيدي صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء. وأسجل أيضا كلمة شكر عميق وكبير لأصحاب الأيادي البيضاء من المحسنين الكرام الذين بذلوا ولا يزالون يبذلون لمثل هذه المشاريع الذين يرجون بها الثواب من الله سبحانه وتعالى. وهذا لا يستغرب عموما من الإنسان الذي يعيش على هذه الأرض الطيبة أن تكون منه هذه
المبادرات. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجزي الجميع خير الجزاء، وأن يجعل هذا العمل في هذه الأيام المباركة من أيام شهر رمضان المبارك وفي هذه العشر الأخير، أن يجعل هذا الأمر صفاء لبلادنا مملكة البحرين وأمن وسلام للجميع. كل الشكر لكم سعادة الدكتور على هذه الجهود، وأيضا أصحاب الأيادي البيضاء على إعمار بيوت الله. الدكتور راشد بن محمد الهاجري رئيس مجلس الأوقاف السنية، شكرا جزيلا لك.